ثانية واحدة. اتفضل. أيوة يا محسن، هما راحوا عند عمارة هنا في شارع متفرع من شارع رمسيس. الشارع اسمه شارع جنينة الورد. لا هي ما نزلتش معايا، هو طلع وهي قاعدة مستنياه في العربية. تمام يا باشا. هو الدكتور وحيد قال لك عايز الأشعة دلوقتي حالا؟ أيوة يا ماما. وليه بس الهوجة دي؟ يمكن يا حبيبتي ربنا قادر على كل شيء. هل لقيتها ولا لسه؟ أيوة. باي باي يا أمي. باي باي حبيبي. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. على ايه؟ بص عشان تلحق ودي الاشعه الاول للدكتور وبعد كده وصل. ماشي.